in September. بلادي بلادي دمت للتاريخ محرابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى فيديو جديد. وهذا الفيديو بمناسبة 26 سبتمبر، يعني نعرض لكم بعض المشاركين والاحتفالات ل 26 سبتمبر المجيد. فهذه المرة في احتفالات كثيرة وفي يعني مناسبات، حتى الفنانين يعني نزلوا أغاني بهذه المناسبة. نشارككم بعض ما ظهر لنا في وسائل التواصل الاجتماعي. ونبدأ، قد كان أمس يعني أوقدوا الشعلة في جميع المحافظات، وتم عرض فيديو من صفحة أنا عرضته في هذه القناة لبث إحياء سرور. وأيضا كان هناك بعض المستجدات، يعني بعض الفنانين نزلوا أغاني. نبدأ من عند الفنان حسين محب، وهو لهذه الأغنية يا بلادي يا بلادي، يعني أغنية جديدة بمناسبة 26 سبتمبر. ايضا ناتي الى الفيديو الثاني، وهو الاحتفاليه خاصه في بعض المنازل، لا اعلم اين هي، ولكن يعني تخص الاحتفاليه ب 26 سبتمبر. ايضا هنا نعرض لكم بعض الصور من محافظه تعز من قلعه القاهره للالعاب الناريه، قد كان بثوا بعض الصور في وسائل التواصل الاجتماعي. ايضا ناتي الى الاموره والطفله او الفنانه المميزه ماريا قحطان، ومع هذه الاغنيه لمناسبه 26 سبتمبر. ايضا من بعض الملفت يعني في الصور، هذه الصوره لهذه البوفيه مع العنب والرمان والديكور بالخضار ل 26 سبتمبر، لا اعلم اين المكان. ايضا عزف للفنان خليل، او خليل فرح، خليل فرحان، والعزف هذا سنستخدم من الصوت خلفيه لهذا الفيديو. الفنان فؤاد الكبسي قال: سلام يهدى لسبتمبر في كابر تاريخنا الزاهر، ألف قبلة لذي فجر بركان سبتمبر الثائر. كلمات ومنشور طويل في صفحته بالفيسبوك، ونزل هذه الصورة لإطار 26 سبتمبر. اليوتيوبر الشهير والمعروف صدام العزي أيضا عرض لنا هذه الصورة بمناسبة ثورة 26 سبتمبر. هنا الغالي على قلوبنا يحيى سرور، هذه الصور أمس قد كان بث لنا بث رائع كامل من محافظة صنعاء. نأتي إلى الذين في الخارج، أو الذين يعني تقريبا يهود اليمن. شوف هذه تتحدث يعني عن اليمن وكل شعارتهم مع المواطن الإسرائيلي من أصل يمني، موني، فهو متعلق باليمن كثيرا، الميداليات وكل شيء والإسوارات كلها يمنية. وأيضا هذه تشارك معه، صورها تقريبا في صفحته في الفيسبوك، من إسرائيل يهنون الشعب اليمني ب 26 سبتمبر. عيد مبارك 26 سبتمبر، الله يفتحكم، الله يبارك يمن. امين 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 امين. ايضا نصل الى الاموره، ناهي يا ناهي، والله يا عمه يا عمه يا عمه، ما شاء الله عليه. يا ناهي هذا ايش؟ نتابع ماذا تقول ناهي. يا عمه امان يا عمه، حق الروح والنفس. تحب اليمن؟ او احب، اكيد احب، احب من داخل قلبي. طبعا شوف هذا كمان حق جوان القمر، وهذا حق يحيى في العالم الحالي. ايضا هنا اظهار لموني في اطار 26 سبتمبر. ايضا ننتقل الان الى هذا الفيديو او الصوره، هذه من محافظه الحديده، احتفالات للشعب اليمني. وايضا هذه الصور من محافظه صنعاء ومن محافظات تعز، صور كثيره ورائعه، يعني الواحد يحتفل مثل ما احتفل العالم. ايضا ناتيكم بهذه الصوره، الفيديو من اليمن، اتوقع في صنعاء، شكل المباني كذا حسب ما اعرفها انا انها في صنعاء او في جوله ريماس. ايضا يستغل هنا صفحه صدام العزي للهواتف الذكيه، نعرض لكم هذه الصوره، يعني الجوالات، يعني شوف الناس كيف التسويق، شوفوا الفكره، يعني العالم اليمني مع الجوالات وعرض، وبطريقه الخاصه يعني عرض الجوالات.
ننتقل الى فيديو او صوره يعني هنا من شارع جمال تقريبا في تعز امس ايقاد الشعله. هنا بعض المطرات الناريه ويعني احتفال ب 26 سبتمبر، يعني مسيره مطريه على ما يقولون. نأتينا هنا إلى مسيرة طلابية تقريبا في اليمن، تقريبا في صنعاء أيضا يحملون الأعلام مثلنا، مثل ما يحتفلون في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في كل الأماكن يعني الدول العربية يخرجون يحتفلون ويشاركون الفرحة، فكل من يعبر عن فرحه وانتمائه للوطن، فالانتماء للوطن شيء غريزي في الإنسان. ايضا صورة هذه لاحظتها ولا اعلم من اين، لهذا الطفل مع هذه السيارة واللعبة والاعلام والنظارة، الولد هذا يعني فاعل استايل لحاله. نأتي الى الاخ حمزة اليتيم ويعرض ملك التوازن حسب ما يقول يسمي نفسه للعرض بهذا الفيديو مع العلم والكورة في الهواء تدور، فهي تدور بسرعة ولكن الاطار مع يتوافق سرعة الاطار مع سرعة دوران الكرة، تظهر انها تدور بلف بسيط فقط. ننظر الآن إلى صفحة خالد شائع، ومع هذه الصور كتب معلقا شعب جمهوري عظيم، ويعرض لنا بعض هذه الصور من بلادنا اليمن. أيضا مادلينا العبسي صاحبة أشهر أغنية لي وطلطل وطلطل وكم كم وكم كم، نزلت أيضا هذه الأغنية مناسبة 26 سبتمبر. دمت للتاريخ محرابا مهابا، يمن انتزه به العرب انتسابا. ايضا نمر الى بعض صفحات المشاهير ونشوف ماذا قالون في الفيسبوك. هنا صورة من صفحة وسيمة العامري لبعض الطلاب من مدرسة نعمة رسام في تعز. نأتي الى صفحة كمال طماح يشاركنا بهذا الفيديو. سيبقى شامخا علمي يرفرف عاليا ويلوح واروي بالتراب. ايضا يشارك البروفايل صورة تقريبا ابنه والنعم بك ايها السبتمبري العظيم وائل كمال طماح. الصور كثيرة والفيديوهات كثيرة، ولا نطيل في هذا الفيديو، نأتي الى ختام هذه الحلقة من قناة مراجعة عامة لكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.